نحن في مؤسسة أورينت الأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة تحالف الأديان قمنا بتوزيع كمية جيدة من الأدوية حب الفيتامين الكيرك على مديريات صحة حلب وأدلب وحماة والساحل، بالإضافة إلى عدد من المشافي والمراكز الصحية التابعة لمديرية صحة أدلب. وهذه الأدوية تستخدم في حالات سوء التغذية وتعطى للحوامل والمرضعات وكبار السن وللمرضى الذين يستخدمون الأدوية المزمنة. أنا الصيدلي حسام العلي، رئيس دائرة الإمداد في مديرية صحة حلب الحرة. قمنا اليوم باستلام كمية من المتممات الغذائية الخاصة للحوامل والأشخاص الذين لديهم نقص في التغذية. نشكر مؤسسة أورينت للعمل الإنساني على هذا المجهود الذي قدمته. نتوجه بجزيل الشكر لمؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية، وذلك لتقديمها كمية وفيرة وجيدة من المتممات الغذائية والمقويات العامة للنساء والأطفال. أنا أحمد المصطفى، مدير صيدلية آية الخيرية في مدينة إدلب.